دكتور ممدوح، عندما يتحدث السيسي ويصف ثورة يناير بالعلاج الخاطئ للتشخيص الخاطئ، كيف نفهم ذلك بعد التصريحات التي كان يدلي بها السيسي سابقا بالإشادة بثورة يناير وتعظيم الدور الذي قام به الشباب في هذه الثورة؟ كيف نفهم هذا التحول في الخطاب لدى عبد الفتاح السيسي؟ يعني كما قلت سابقا أن عبد الفتاح السيسي يتعامل بعقلية أمنية بحتة مخابراتية، وأنه رجل كذوب ومعلوم عنه ذلك، وبالتالي هو يعني يفعل يكذب ويتحرى الكذب كما يقول الحديث، وهو حريص على أنه الوحيد في مصر حاليا الذي يملك الميكروفون والذي يخاطب به الناس، وأنه لم تعد هناك معارضة حقيقية داخل مصر الآن، لأن معظم المعارضين الحقيقيين إما في السجون إما هناك ضغوط أمنية هائلة عليهم، وبالتالي يعني هو وبعد تأميمه كمان للإعلام واستيلاء الأجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية على كافة حتى القنوات الإعلامية الحكومية والخاصة بكاملها، وبالتالي هو يظن أنه لن يواجهه أحد في هذا الكذب، وأن هذا الكذب الذي يقوله سوف ينطلي على الجميع. ولكن دعني أوضح نقطة سريعة وهامة للغاية. عبد الفتاح السيسي أيضا كما قلت أنه لا يمكن الجمع بينه وبين الإخوان المسلمين أو حتى مع أي تيار مدني ديمقراطي في مصر الآن. هو كذلك هو كان قائد ثورة مضادة، يعني ثورة يناير، الطرف الثالث الذي كان يتحدث عنه الجميع ولا يعلن اسمه، أو إما أنه لا يريد إعلانه أو إما أنه لا يعرف إعلانه. الطرف الثالث هو كان عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات الحربية، هي التي كانت تقود الثورة المضادة، وهي التي استطاعت أن تصل إلى ما وصلنا إليه في هذه المرحلة. لذلك عبد الفتاح السيسي أيضا هو يعني وإن كان كما أقول كثير من كلامه نجد أنه غير الإنسان، هو إنسان مضطرب نفسيا وعقليا وكل شيء، ولكن هو في خضم أحاديثه يقول كلمات يعنيها بالفعل، أو على الأقل هناك جهات تكتبها له، وهو حريص على توصيل هذه الرسائل. هو الآن في مرحلة الإجهاز على صوت يناير تماما، لذلك دعني أختلف مع كامل الاحترام والتقدير مع ضيفك الكريم أنه عندما قال أن جماعة الإخوان المسلمين موجودة حاليا بكافة مؤسساتها وهياكلها وما إلى ذلك، طبعا ده أمنية لأي مواطن مصري وأي واحد محب لجماعة الإخوان المسلمين أن تكون جماعة التي كانت في السلطة والتي يحترمها الكثير والتي حازت على استحقاقات انتخابية عديدة، أن تقوم بدورها المجتمعي كما هي، ده شيء نتمناه الجميع، ولكن الواقع لا يقول ذلك، إلا لأن لو افترضنا صحة ما يقوله ضيفك الكريم فبالتالي هناك مسؤولية أخرى، فلماذا إذن توقف الحراك؟ ولماذا لم يعد هناك فعاليات ونشاط داخل مصر إذا كانت الجماعة كما هي بأنشطتها وقوتها وفعالياتها ولجانها ومجالسها وما إلى ذلك؟ لا هناك نعم هياكل موجودة قد تكون هناك، طبعا أنا بتكلم كمواقف يعني هياكل قد تكون موجودة، ولكن في النهاية هناك ضغوط أمنية، هناك قيادات الصف الأول والثاني والثالث في الجماعة معتقلة في السجون، هناك إشكاليات داخلية داخل جماعة الإخوان المسلمين سواء من الناحية الفكرية أو من الناحية التنظيمية والقيادية في الجماعة، وبالتالي الاعتراف بهذه الإشكاليات ومحاولة حلها والعمل على وضعها في إطار صحيح هو خدمة جليلة لجماعة الإخوان المسلمين أولا وللشعب المصري ثانيا، لأن عندما يعني ظهرت هذه الإشكاليات داخل جماعة الإخوان المسلمين بعدها مباشرة توقف الحراك الذي كان يقوده التحالف وفي القلب منه طبعا جماعة الإخوان المسلمين، طيب. وبالتالي عدم يعني الاعتراف وعدم الاعتراف بهذه الإشكاليات، وهذا ليس عيب، يعني كل المؤسسات في العالم كله تعاني من إشكاليات وتعاني من أزمات وتحتاج إلى إعادة تصحيح أوضاعها وتطوير أنفسها، يعني هذا شيء طبيعي، مش عيب إن إحنا نقول هذا الكلام، ومش عيب إن إحنا نعترف بوجوده، ومش عيب إن إحنا نتلمس محاولات إعادة البناء من جديد وإعادة الإصلاح من جديد حتى تستطيع جماعة الإخوان المسلمين أن تنهض من جديد وتقوم بدورها الحضاري، لأن جماعة الإخوان المسلمين في ذكر ميلاد الإمام البنا ليست جماعة ملكي لنفسها ولا ملك مصر وحدها،
الآن المشروع الحضاري الإسلامي السني تحديدا المفترض أن العبء الأول فيه يقع على جماعة الإخوان المسلمين. سوف نناقش ذلك بشكل أكثر تفصيلا دكتور ممدوح، ولكن دعنا يعني نتحدث قليلا عن ثورة يناير وحديث عبد الفتاح السيسي عن الثورة، وأيضا ما حدث للدكتور مصطفى النجار الذي يعني كان منذ آخر عامين تقريبا لم يكن له أي دور حقيقي، حتى دور الكتابي يعني في الصحف أو أي شيء، وتم اعتقاله بعد أن نشر مقال ودخل في إخفاء قصري لا يدري أحد أين هو الآن بالتحديد. لماذا حتى إذا تذكر نظام الانقلاب أي شخص شارك في ثورة يناير يتم اعتقاله حتى ولو لم يكن له دور حقيقي؟ النظام المصري الآن برغم حالة القمع الرهيبة وحالة الخوف التي بيحاول دائما إيصال الشعب المصري ليها، ولكن هو نظام من داخله مخوخ ونظام ضعيف ولا يعتمد سوى على القوة الباطشة في التعامل مع المعارضين، ولا يفهم أصلا سوى هذه اللغة، وبالتالي هو الآن يخاف فعليا من أي صوت معارض، يخاف من أي حراك ولو بسيط شعبي، يخاف من يعني إذا كنا في بداية الانقلاب العسكري وكان مازال الحراك الجماهيري اللي موجود على الأرض كبير وقوي، كان بيعتقل اللي موجود الطالب أو الطالبة اللي موجود على اسمها كلمة رابعة وما إلى ذلك، أي شيء يرمز إلى التحدي وإلى المقاومة وإلى الثبات على الموقف هو حريص على أن هو ينهي عليه، لأن وأنا سمعت هذا الكلام وقلته سابقا، سمعت هذا الكلام من صديق شخصي لي أحد أقاربه يعمل في أحد الأجهزة الأمنية الحساسة في مصر، قال لي إن قريبه هذا الذي يعمل في هذا الجهاز يفتخر أمامه عندما يزوره في بيته أو يلتقي به ويقول إن احنا كأجهزة أمنية منذ انقلاب 2013 ونحن نعمل بخطة مدروسة ممنهجة واضحة المعالم على تيئيس الشعب المصري في موضوع الثورة، وان الثورة هذه اسوأ شيء ممكن يحصل لهم في حياتهم، وان كل المشاكل والمصائب ستكون نتيجة الحراك الشعبي، وان الاستقرار مع وجود حاكم ديكتاتور او حاكم فاشي مستبد افضل 100 مرة من وجود ثورة، فبالتالي هناك خطة يعمل من خلالها الفتاح السيسي واجهزته الامنية والاجهزة الخارجية طبعا التي يمشي خلفها للاجهاز على اي بارقة امل، لأنه يعلم جيدا أن شعور الشعوب ببارقة أمل، يعني الثورة المصرية أصلا قامت إمتى الثورة المصرية قامت رغم أن كان في حالة إحباط شديد بعد انتخابات 2010 وتأميم أحمد عز أحد رجال مبارك للانتخابات البرلمانية كاملة، كان في حالة يأس وإحباط شديدة من أي فكرة للإصلاح زي الوضع الحالي. طيب وصلت حصل إمتى؟ عندما قامت الثورة التونسية وتم دخلها. نعم وصلت فكرتك دكتور ممدوح، ابقى معنا سوف نعاود الحديث معك.